الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لهم الدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق والتسديد. توقفنا أيها الأخوة في الدرس الماضي عند شركة المضاربة، وهي من أوسع الشركات وأشهرها، بل بعض العلماء ومنهم الشافعية يجعلون شركة القراض شركة مستقلة عن كتاب الشركات، فيجعلون الشركة عموما هي شركة العنان، ويجعلون القراض أو المقارضة هي نوع مستقل أو عقد مستقل من عقود يعني الاشتراك بين الشركاء. الشركة المضاربة هي من الشركات كذلك التي أجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعيتها وعلى صحتها في الجملة. ومن ذلك أنهم كلهم يرون جواز شركة عقد شركة المضاربة، لكنهم قد يختلفون في بعض التفاصيل أو بعض المسائل الفرعية داخلة في شركة المضاربة. طيب، المسائل التي ذكرها الشيخ في شركة المضاربة بعد أن ذكر يعني التعريف الخاص بها، المهم في شركة المضاربة أنها اشتراك اثنين فأكثر، أحدهم منه العمل والثاني منه المال، فلذلك المعقود عليه في شركة المضاربة، انتبهوا أيها الأخوة، المعقود عليه في شركة المضاربة المال من أحدهم والعمل من الآخر. ما ينفع من المال منهما جميعا، لو كان المال منهما جميعا فإنها تكون شركة إيش؟ ها يا أخوان، وش تكون شركة إذا كان المال من جميع الأطراف؟ نعم، تكون شركة عنان. جيد. كذلك من الأمور التي في شركة المضاربة، طبعا دل على جوازها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة مضاربة العباس لما كان يضارب بمال فأقره على ذلك، وكذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب بمال عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر الشيخ عدة أدلة على يعني أدلة على مشروعية شركة المضاربة. في الأركان المضاربة طبعا العاقدان هم اثنين فأكثر، المعقود عليه كما قلت لكم المال من أحدهم والعمل من الآخر. ما دام أنه يوجد المال فلا بد أن نطبق شروط المال في الشركة، فلا بد أن يكون المال حاضرا ونقدا وأن يكون معلوما، طبعا الحضور معناه في مجلس العقد، وأن يكون نقدا لا عرضا. وذكرت لكم سابقا أن الشيخ يرى جواز كونها من العروض إذا قيمت بالنقد في مجلس العقد واتفق الشركاء على ذلك. طيب، من ضمن الأشياء التي كذلك في الشركات عموما، ما دام أن الشركة يقصد بها الربح فلا بد أن تطبق عليها كذلك شروط الربح، وهو أن يكون الربح معلوما مشاحا، ولا يصح أن كل ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح فلا يجوز. لو قال له أنا أول 1000 ريال لي وما بعده فهو لك فلا يصح. العقد المضاربة هو مثل عقود الشركات عموما، عقد الشركة في الأصل أنه من العقود الجائزة. ما معنى جائز؟ العقود في الفقه الإسلامي تقسم إلى قسمين، وبعضهم يقسمها إلى 3. عقد جائز يعني كل من الطرفين له حق فسخ العقد متى ما أراد، مثل عقد الوكالة، كل من الطرفين له حق الفسخ متى ما أراد. وهناك عقد لازم، يعني لا يجوز أن يفسخ العقد إلا إذا رضي الطرف الآخر، ومن ذلك عقد الإجارة فإنه لا يفسخ من أحد الطرفين دون موافقة الطرف الآخر. هناك بعض العقود لازم من طرف وجائز من طرف. عقد المضاربة عقد جائز، يعني يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد متى ما أراد، لكن تلزم المضاربة على الصحيح في حالتين، يعني هو عقد جائز إلا أنه يلزم في حالتين، يعني يكون عقدا لازما. ذكر الشيخ الحالة الأولى إذا شرع المضارب في المضاربة، لأن يعني في ذلك ضرر عليه، يقول فلا بد أن ينتظر حتى يحصل التنظير الحكمي أو الحقيقي. المقصود بالتنظير اللي هو أنا أعطيته مثلا 50,000، طبعا سيشتري سلع، هذه السلع سيقلبها يبيعها ويشتريها. التنظير اللي هو تقدير هذه السلع بالنقد، فيعرف كم قيمتها بالنقد، وأحيانا التنظير الحقيقي بالبيع الحقيقي، والتنظير الحكمي اللي هو تقديرها بالثمن، لأنه ممكن أجي يقول أنا أعطني السلع لا تبيعها. وهنا بعد التنظير يحصل
معرفة الربح على الحقيقة. الحالة الثانية من حالات لزوم عقد المضاربة قالوا إذا وقتت الشركة، يعني جعل لها وقتا، فقيل أنا أنت ضارب بمالي لمدة شهر، قالوا يكون هذا العقد حينئذ لازم لأنه شرط من الشروط الصحيحة، هو شرط في مصلحة المتشاركين. طبعا وكذلك يبنى على أن يد المضارب يده أمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، يعني أنا أعطيته مال وذهب يريد أن يقلب المال فسرق منه فإنه لا يضمنه، لكن لو فرط فجعله في مكان غير آمن فإنه يضمن. لو تجاوز، التجاوز هو التعدي، قلت له لا تبع ولا تشتري في غير الرياض فباع واشترى في خارج الرياض فإنه قد تعدى الشرط الذي اتفقنا عليه ويكون بذلك ضامن لهذا المال. في مقولة موجودة لابن القيم لابد أيها الأخوة أن تفهموها، أنا سبق وأن قلت لكم أنه لا يكون الشريك أجير في الشركة، لكن انتبهوا أن هذا اللفظ صحيح لكن قد يكون عام. يعني يقول ابن القيم المضارب أمين لم يده يد أمانة، هو وكيل لأن المال ليس ماله وإنما هو يستثمره، وأجير المقصود هنا بالأجير يعني فيما يباشره من العمل بنفسه، يعني إذا باشر عملا بنفسه كأنه أجير، وهذا فيما لو فسدت المضاربة فإنه يؤول إلى كونه عقد إجارة وشريك، وهذا الأمر واضح. طيب الشروط في المضاربة تنقسم إلى قسمين، مثل البيع ومثل أي نوع من أنواع المعاملات. شروط صحيحة وهي ما كان موافقا لمقتضى العقد أو فيه مصلحة للمتشاركين، مثل لو قلت له لا تبع ولا تشتري إلا في مثلا الإسمنت فباع واشترى في الحديث أنه لا يصح هذا البيع والشراء. لو قلت له لا تبع ولا تشتري إلا في الرياض فباع واشترى في غير الرياض فإنه كذلك قد تعدى وفرط وخالف الشرط الذي اتفقنا عليه. وهناك من الشروط ما هو شرط فاسد في المضاربة، لو اشترط أحد المتشاركين قال ألا يبيع إلا برأس المال، فهنا ما الفائدة إذا ما باع إلا برأس المال؟ لأنه قد يحصل الربح كذلك من تقليب المال من الذهاب والعودة للمال، كذلك ما لو كان في الربح شيء في قطع للاشتراك من الربح، لو قلت له ضارب بهذا المال فما حصل من ربح في هذه السنة الأولى فهو لك والسنة الثانية فهي لي، لا يجوز، لابد أن يكون الربح شائعا يعني نسبة مئوية يسمى العدد. قسم كذلك الشيخ ذكر أنواع المضاربة وذكر أنها قسمان، قسم المضاربة المطلقة، والمقصود بالمضاربة المطلقة أن لا تشترط فيها شيئا، تعطي المال وتقول أنت ضارب أنت أدرى أنت أعرف بالسوق، هذه مضاربة مطلقة فلم يحدد لها لا زمانا ولا مكانا ولا سلعة ولا نحو ذلك. والمضاربة المقيدة لا، التي تقيد بالسلعة، أقول له لا تبع ولا تشتري إلا في السيارات، أو بالزمان لا تبع ولا تشتري إلا أو عفوا أذكر له مدة فقل بع واشتر فقط في رمضان وما بعدها فتنتهي بيننا الشركة، فلو باع بعد رمضان فإنه متعدي وقد خالف المضاربة. وكذلك لو قال له لا تضارب إلا في الرياض فضارب في خارج الرياض كذلك، هذه تسمى المقيدة، يعني أن تكون المضاربة مقيدة بشرط من الشروط، وهذه الشروط كما ذكرت لكم إذا كانت لا تنافي مقتضى العقد وفيها مصلحة للطرفين ولم يعني تؤدي إلى محرم مثل قطع اشتراك في الربح فإنها يجب عليه الالتزام بذلك. مسألة مهمة وذكرتها الأخت إيمان المجاهد في موضوع إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الأرباح، ذكر الشيخ سابقا أنه إذا سكت عن نسبة توزيع الأرباح فإن الشركة تكون فاسدة، طبعا الفساد معناها تؤول إلى كونها إجارة على الصحيح أو يعني بالطريقة التي يتم تعديل العقد فيها. لكن في المضاربة انتبهوا أن الشيخ رجح في المضاربة أنه إذا لم يتم تحديد الربح فإنه يلجأ إلى العرف، فإن كان هناك عرف بذلك فيلزم العمل به، فإن لم يكن هناك عرف ولا طريقة لتوزيع الأرباح فإن المضاربة تكون فاسدة، هذا على ما رجحه الشيخ، وإلا فبعض المذاهب يرون أنه تكون بالمناصفة يعني 50-50 وهذا الأصل في المضاربة. لكن لو جاءكم سؤال
فتذكرون القول الذي تطلبونه ما ذكره الشيخ عبد الله العمار في دروسه والمذكرة التامة التي كتبت تفريغا لكلامه. طبعا ذكر الشيخ بعض المسائل، قال لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، يعني المقصود لو أعطيت واحد 50,000 وجاء في نهاية السنة 49,000 يقول عاد أعطني شيء، هو يعني ذهب 1,000 ريال من رأس المال. فمن شروط توزيع الأرباح في المضاربة أن يكون رأس المال سالبا، ولو جاء أنقص فإن المضارب أو العامل في المضاربة لا يستحق شيئا. طيب ما ذكر الشيخ بعض المسائل وهي مهمة، يقول لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، هذه قلتها لكم. وذكر مسألة ثانية، يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره لكنه ليس مالا مستقرا. طبعا المال المستقر هو الذي يجوز عليه الحوالة، ويجوز طبعا الحوالة حتى يتم استيفاء الدين. وبعض المسائل زي دين الإيجار يعتبر مال غير مستقر إلا بعد تمام الانتفاع بالعين المؤجرة، أما إذا كانت في بداية العقد فإنها قد يعني تتعرض إلى الفسخ. ظهوره يعني تحققه، يعني هذا الربح ليس عبارة، لا بد أن تكون القيود المحاسبية مثلا في الشركات والسجلات تحدد أنه فعلا حصل ربح في الشركة. لأنه تعرفون أيها الأخوة المشكلة أنه يجي شخص يقول أنا خلاص صار في ربح للشركة، والثاني يقول لا أصلا ما ربحت. فلا بد أن تأتي القيود المحاسبية الآن تبين هل حصل ربح أم لا. طيب وذكر الشيخ أنه لا يكون إلا بعد التمضيض الحقيقي أو الحكمي، يعني اللي هو التصفية. لو خلط المضارب مال المضاربة بماله، قالوا فإنه يصير شريكا بماله ومضاربا بالمال الآخر. شريك بماله اللي يعني صارت يعني كأنها شركة علم. طيب صلاحيات المضارب، الأصل في الشركاء جميعا أنهم يعملون بما فيه منفعة للشركة عرفا، هذا هو الأصل. وذكر الشيخ هذه الصور التي ذكرها بعده. ذكرت لك يا أختي معنى الظهور أو عفوا هو السؤال. طيب انتهاء المضاربة، ذكر انتهاء المضاربة طبعا إذا اتفقوا على إنهائها، إذا حلت عن طريق قرار مثلا من صاحب الصلاحية. كانوا يذكرون من صور انتهاء المضاربة اللي هو موت المضارب، طبعا إذا لأن الشركات في الفقه الإسلامي القديمة كانت تقوم على الشخصية الحقيقية اللي هو ذات الرجل، فتنتهي بمجرد موته أو عدم تمكنه من العمل. لكن الآن غالب الشركات حتى في المضاربة، أنا أوقع مع شركة تداول لأسهمي وأقول لهم أنتم ضاربوا ولكم 20% من الربح، ما أعرف من اللي يدير، لأن المهم عندي المقابل اللي هي الشركة. فمتى تنتهي المضاربة؟ لو ماتت هذه الشركة، يعني تعرضت للإفلاس، تعرضت للحجر، أغلقت هذه الشركة. يعني انتبهوا إلى معنى اللي هو الوفاة أو الانتهاء. الشركة التي بعدها شركة الوجوه. الوجوه من الشركات المهمة، صورتها أنا أبغى بس أوضحها لكم. شركة الوجوه أنا ما شرحت لكم الدرس الماضي. شركة الوجوه أنا وأخوي ما عندنا فلوس ونريد أن نتجر، يعني نشتغل في التجارة، ونعرف أحد أقاربنا هو تاجر مثلا للأرز، عنده أرز. قلت له يا محمد إيش رأيك نروح لم هذا قريب ابن عمنا أو عمنا أو اللي يعني قريبنا بجاهنا، فيعطينا مثلا 1,000 كيلو رز أو 1,000 يعني كيس رز ونبيعه، وما حصلنا من ربح نقسمه بالسوية، ثم نعيد الدين إلى هذا الشخص الذي أخذنا منه هذا المال بالجاه. هذه شركة الوجوه، أخذنا يعني شيئا، رأس المال الذي تحصلنا به لم يكن منا مباشرة، هذه شركة الوجوه. فما المعقود عليه في شركة الوجوه؟ قالوا المعقود عليه هو الالتزام في الذمة. كيف الالتزام في الذمة؟ يوم رحنا لعمنا وقلنا له نبغى منك 1,000 كيلو
أو 1000 كيس رز، هو سيقول لمن هذه 1000؟ بقول أنا وأخوي، هو سيفهم اللي نص له نص. لو جيت قلت أنا وياك رحن شركة أنا ل60 ولا40، يعني سيطالبني أنا ب60 وهو ب40 بالمئة من قيمة الأرز، من مرجع له الأرز. يعني 1000 كيس رز هذه لو كان كل كيس 100 ريال، يعني قيمة الصفقة 100,000، هو سيطالبنا ب100,000. ووجه الإشكال في شركة الوجوه، قالوا عدم وجود المال النقدي أثناء عقد الشركة. الحنابلة والحنفية يرون صحة هذه الشركة، قالوا لأن مبناها على الكفالة والوكالة وهي موجودة. وأما عدم وجود المال النقدي فحقيقة ذلك وجود الالتزام، والالتزام الذي بني عليه هو جزء من وجود المال النقدي، هو 100,000. كأن عمهم هذا أعطاهم 100,000 وهذا أعطاه 60 وهذا أعطاه 40,000. هذا الذي ذكروه، وقالوا الأصل في المعاملات الحل والإباحة. هذه شركة الوجوه. أتمنى أنها تكون واضحة شركة الوجوه. طبعا كما ذكرت لكم الحنفية والحنابلة يرون جوازها، والمالكية والشافعية يقولون لا تجوز. أول شيء لوجود الغرر، وذكرت لكم أن الغرر غير يعني متصور فيها، ووجه جواز ذلك أن تكون لأنها مبنية على الوكالة والكفالة، وهذا متحقق فيها. وصحيح أنه لا يوجد رأس مالي نقدي على الحقيقة، يوجد عروض قيمت في وقت العقد بالثمن ولذلك صحت، وهذه العروض التزمت. أباكم بس تفهموا شلون شركة الوجوه. لو أنا جاني أخوي محمد نفس الفكرة وقال خالد إيش رأيك نفتح شركة، قلت أنا ما معي فلوس. قال تسلف من أبوك، تسلف من زوجتك، تسلف من صاحبك. فرحت لم صاحبي قلت له عطني 60,000 وجبتها وحطيتها في الشركة. مو بأنا الشريك صرت؟ أليس أنا الشريك؟ وهذا المال الذي دفعته هو عبارة عن دين في الذمة، جيد؟ فهذا الدين الذي في الذمة هو مبني عليه غير مستقل عن الشركة. نعم تسمى شركة الوجوه، وهذا محل سؤال دائما يأتي، تسمى شركة الوجوه بشركة الذمة، وأما شركة الأبدان تسمى شركة الأبدان والأعمال والتقبل والصنع. طيب آخر الشركات عندنا أيها الإخوة شركة المفاورة. وشركة المفاورة من الشركات التي حصل فيها كلام كثير جدا، حتى نسبة للشافعي رحمه الله أنه يقول إذا لم يكن فيها غرر فلا أعرف، يعني فلا أدري ما الغرر أو نحو ذلك من الكلمات التي نسبت له. شركة المفاوضة أيها الأخوة على الراجح أنها تقسم إلى قسمين، أو ليس الراجح يعني يا أخوان أنكم أحد يجي يقول والله غريبة فيها قسمين، لا، أنت دائم تسأل إذا سئلت عن مصطلح أن تقول له ماذا تقصد به، ماذا تقصد بشركة المفاوضة. فإن قال لك اللي هو القسم الأول اللي هو تفويض كل من الشريكين أحدهما صاحبه بكل تصرف مالي وبدني في أنواع الشركات من عمال ووجوه ومضاربة وأبدان، فهذا المعنى صحيح. واحدة من الصور للصور الصحيحة في المفاوضة أفتح شركة أنا وشريك لي، جزء منها مضاربة وجزء منها عمال، يعني جزء من حطيتها فلوس قلت له ضارب لي، والربح نحطه في هذه الشركة، والشركة نفسها هذه جزء منها أنا وياه بيني وبينه في العقد، لا شركة أعمال نقول خلنا نروح نجيب احتطاط. فهذا جائزة هي كل منهما جائز على الاستقلال، فيجوز إذا اجتمعوا لم يؤدي إلى محرم. هذه الصورة الأولى أو القسم الأول، وهو صحيح على الراجع، والغرر فيها يسير متقبل فيها كما هو في سائر أنواع الشركة. طيب القسم الثاني أو النوع الثاني، وهو النوع الفاسد، وهو الذي يتكلم عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نسب له، قالوا أن يكون هذا في الاشتراك في الكسب النادر مثل الركاز ونحو ذلك أو وجدان النقطة، وكذلك الاشتراك فيما لو تحصل لأحد منهما إرث أو أرش جناية، أرش جناية اللي هو غرامة الجناية يعني بالكلام البسيط، أو ضمان شيء من الأمور المالية مثل ضمان العارية أو قيمة مطلق أو ضمان غصب أو أرش جناية وكل هذه الأمور، وحتى يجعلون فيما لو تحصل لأحدهما ضرر هدم منزله فإنه يدخل في هذه الشركة. قالوا أن هذه لا تصح لأن الغرر أصبح فيها كثيرا غير مقصود في الشركة،
الشركة يقصد من الربح. وهنا انقلب الأمر من شركة فيها استحقاق في التصرف لأجل الربح إلى اشتراك في الضمان والالتزام والمواساة، وهذه يكون فيها الغرر كثيرا ولأجل ذلك لا تجوز. هذه هي خاتمة يعني الشركات الخمس. وأعيد لكم الكلام، هل في سؤال على الثلاث شركة المضاربة الوجوه المفاوضة؟ إذا ما كان في سؤال راح أراجع لكم فقط اللي هو الشركة المفاوضة. هي عبارة عن نوعين أو قسمين، قسم يجوز وهو أن يعني تجتمع في الشركة أو كل من الشركين يفوض أحدهم الآخر في أنواع الشركات الجائزة، يعني تجتمع شركة علان مع شركة مضاربة وهم نفس الشركة، وتجتمع شركة مضاربة وشركة مثلا وجوه، هذه جائزة لأن كل واحدة منهم بالانفراد جائزة. النوع الثاني وهو الباطل، أن يشتركان فيما يتحصل لهما في أمور غير مقصود فيها الربح وإنما مقصود فيها الالتزام، مثل أرش الجناية. يعني لو واحد منهم اعتدي عليه فحكم القاضي بالدية عليه مثلا أو بنصف الدية، تعرفون لو أن إنسان فقع عين آخر صارت 120,000 أو 400,000 توضع، يقولون يتقاسمان. ولو واحد تحصل على 1,000 يتقاسمان، مع أن ما له دخل، يمكن صديق هذا شريك ما ليس له سبب في حصول الإرث معه. فلأجل ذلك قال العلماء أنه لا تجوز لأنه هذا فيه غرر كثير غير مقصود شرعا. طيب أعيد لكم موضوع الشركات عموما. سبق أن ذكرت لكم أيها الإخوة أن الشركات تقسم إلى ثلاث أقسام كبرى، شركة إباحة وشركة ملك وشركة عقد. شركة الإباحة مثل الشركة في الرعي والشركة في الشركة في اللي هو الكلى يعني المقصود، أو النار أو العشب ونحو ذلك المباحة التي يستطيع الإنسان كل واحد منهم أن يعني ينتفع بهذه العين دون أن يكون له حق الحيازة، يعني ليس مختصا بها دون غيره. شركة الملك وهي اللي إذا يشترك اثنان لكن لا يحق لأحدهما الانفراد بالتصرف، لا بد أن يتصرف جميعا، وهذا مثل لو شريت أنا وأخوي بيت أو سيارة لأجل الاستخدام. وتلقت من عدة أقسام من ضمنها شركة حسب يعني ملك منفعة، ملك عين، ملك منفعة وعين، وكذلك ملك جبري وملك اختياري، تقسم باعتبارات متنوعة. النوع الثالث وهي شركة العقد، وهي التي يقصد بها في هذا الباب شركة العقد، وهي اجتماع في استحقاق أو التصرف، لا هي اجتماع في التصرف، لكل منهما الحق في التصرف. والأصل في تصرف الشركاء في شركة العقد أن يكون بما فيه منفعة للشركة عرفا. طيب هذه الشركة تقسم إلى عدة أقسام بحسب المذاهب. المذهب المالكي هو أوسعها يجعلها سبعا، والمذهب الشافعي هو أضيقها ويجعلها قسمين. اتفقوا على جواز شركة العلان وشركة المضاربة، أو أجمعوا على جواز المضاربة وشركة العلان. شركة العلان يجتمعان بأموالهم والعمل، إما منهم جميعا أو من أحدهم. شركة المضاربة المال من أحدهم والعمل من الآخر. شركة الأبدان لا يوجد رأس مال وإنما يعملون بأبدانهم، يحتطبون، يصيدون ونحو ذلك من الأعمال التي يعني تعمل، فوما يتحصلان يقتسمانه بينهم بحسب ما اتفق عليه. شركة الوجوه هي شركة الالتزام في الذمة كما ذكرت لكم في مثال الأرز ونحوه. شركة المفاوضة نوعان، ذكرت لكم النوع الصحيح والنوع الفاسد. الشركة عموما إذا كان فيها مال، يعني الشركة عموما شركة العقد فيها مال، فيجب أن نطبق عليها شروط صحة المال في الشركة. لابد أن يكون المال معلوما، وأن يكون من النقد لا من العروض، ويصح كونه من العروض إذا كانت إذا قيمت بالثمن بالنقد في مجلس العقد واتفق الشركاء على ذلك، وغير أن تكون معلوما، وأن تكون تكون معلومة وتكون حاضرة في مجلس العقد، لا أن تكون دينا. طيب هذا فيما يخص رأس المال
في الشركة. طبعا شركة الأبدان لعدم وجود مال فإنه لا يشترط هذا الأمر. كل الشركات فيها ربح، لذلك يشترط في الربح لصحته أن يكون الربح شائعا معلوما، يعني شائع له نسبة مئوية 30% 40% ونحو ذلك، معلوما لابد، بحيث لو جهل تحديد الربح كما ذكرت لكم أن الشركة تكون فاسدة إلا في المضاربة، فإن كان هناك عرف فيلزم العمل به، وإذا لم يكن هناك عرف فتفسد المضاربة كما ذكر الشيخ. هذه أهم يعني مثال الشركة. الشركة مبناها عموما على الكفالة والوكالة، هو كفيل لك في حالة الخسارة ووكيل عنك في التصرف بمال الشركة. الأرباح تقسم بحسب الاتفاق، والخسائر تكون بحسب رأس المال. يعني هذه يعني مسائل يعني مثل الخلاصة في أحكام الشركات، أتمنى أنها تكون واضحة لكم بإذن الله تعالى. هل من سؤال أو استفسار أيها الأخوة؟ الوقت المتبقي طبعا للأسئلة والاستفسارات. إن شاء الله في اللقاء المقبل سيكون الحديث عن بداية الشركات المعاصرة. أول لقاء سيكون لمحة عامة عن الشركات المعاصرة وأقسامها ونحو ذلك، ثم بإذن الله تكون الدروس تباعا عن أنواع الشركات المعاصرة. محتمل أنه يكون الأسبوع الجاي لا أستطيع يوم الثلاثاء إقامة الدرس بسبب سفري خارج السعودية. فهل يناسبكم أيها الأخوة يوم الأحد في الفترة المسائية؟ فقط الأسبوع المقبل. إذا كان رأس المال من جميع الشركاء فهي شركة عنان. رأس المال إذا كانت من جميع الشركاء فهي شركة عنان، أما العمل فلو كان من أحدهم أو منهم جميعا فإنها لا زالت كذلك تكون شركة عنان. لو كانت بعد يعني على الساعة مثلا 9 يوم الأحد، إذا كان رأس المال كما ذكرت لكم من جميع الشركاء فهي شركة عنان. الساعة 9 يوم الأحد المقبل مناسب لكم أيها الأخوة؟ نعم، المذكرة الدكتور عبد الله العمار التامر هي عبارة عن تفريغ الصوتي، هو هذا اللي ممكن يأتي عليه السؤال، بس انتبهوا المذكرة التامة. عندكم الساعة 7:30 يعني بعد صلاة العشاء يوم الأحد محاضرة، مشكلة أنا ما أعرف الجدول. نعم 92 صفحة هي أظن الجدول، المشكلة ما أقدر أطلع عليه بحيث إني أعرف وش ما هي يعني. الموقع ما مو موجود فيه إلا فقط الفصل الصيفي. مناسب لكم مبدئيا يوم الأحد الساعة 7:30، يعني 7:30 لا ما يمدي بعثرة، يعني 7:30 المشكلة توه ما طلع صلاة العشاء عندنا في الرياض، يعني يصير مثلا 8:15. طيب أنا بسوي طلب من العمادة
كأنها إن شاء الله أنه يعني يتم الرد عاجلا. وإذا صار شيء سأبلغكم في المنتديات ونحوها يعني في هذه الأمور بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني ما أظن أنهم يعترضون. طيب عموما هذا إن شاء الله يأتيكم، يعني بكتب في المنتدى العام للمقرر الإبلاغ إذا تمت الموافقة على ذلك، وإذا صار شيء بلغتكم. كذلك لا تنسون أيها الأخوة في موضوع يعني مراجعة المنتديات المقرر إذا صار شيء، يعني وأظن إذا أضفت أنا أظن إني إذا أضفت محاضرة يجيكم على بريدكم أو نحو ذلك بيان أنه تم إضافة جد لقاء. إذا كان ثمة سؤال أو استفسار في الوقت موجود، يقول ليكون تصرف كل شريك في نصيبه شريك السفر لابد أن يكون المعقود عليه قابل للوكالة أو للحوالة أم للكفالة أم للضمان. بلا شك يعني فلا بد أن يكون المعقود عليه قابل للوكالة. طبعا الشركة قائمة على الوكالة والكفالة، فلا يمكن أن يأتي الكفالة بالحالة. لذلك السؤال الذي دائما يأتي اللي هو الشركة قائمة في الأساس على الوكالة والضمان مثلا، الوكالة والحوالة، الوكالة والكفالة، الحوالة والكفالة. طبعا أنا دائما أعطيكم يعني أنا زي ما ذكرت دائما أعيدها وأكررها، إذا جاء السؤال في اختيار متعدد على طريقة الاستراتيجية وفي الحل أجيب قبل أن أنظر الإجابات. الإجابات دائما مشكلتها تكون متقاربة وقد تدخل الوسوسة أحيانا. يعني هذه طريقتي، كل واحد يشوف الطريقة الأنسب له. هذه مشكلة عادي، إذا وسوس يعني مشكلة، يعني الواحد ما لنا أن يستعيد من الشيطان يعني يصير دقيق في الإجابة ويتوكل على الله. طيب أنا بغلق الميكروفون وإذا يمكن أعطيكم كم سؤال الآن تجريبي نشوف يعني شلون طريقتكم في الإجابة.